هلا فين يا امارات؟ اخر الشارع. اخر الشارع؟ اوكي. بسم الله ما شاء الله. عساسيل اخوك الصغير؟ ربنا يا رب يخليهولك. ويخليك. اسمك ايه؟ يوسف. ما شاء الله يا يوسف. قمر يا يوسف. ما شاء الله عليك يا ولد. اسم حضرتك؟ مريم. مريم ويوسف ما شاء الله. ويا ترى انت بتدرسي يا قمر؟ ايوه. سنه كام؟ ثالثه ثانوي. بسم الله ما شاء الله. مش باين عليكي خالص. بسم الله مش باين عليكي مثلا، لا يعني باين عليكي مثلا رابعه كليه. انت برج ايه؟ الحوت. والله عندي ولد عريس ليكي. بسم الله ما شاء الله متفصل عليكي ونفسه بنت برج الحوت، بتكون لسه صغنطوطه كده لسه بتدرس وما عندوش مشكله على فكره خالص في ان هو تكملي دراستك عادي جدا والله. مهندس زي الفل. ماله عادي دلوقتي. طبعا اكيد انت سمعتي عني، انا اسمي خميس، مستر خميس ملك التلبيس. انا عندي بيج على الفيسبوك معروفه اسمها جوزني يابا احسن هعيش واموت في وسط الغلابه. اهو تعالى يا ولد. اركب حمادة. اركب حمادة. انت ولد حمادة. ميسي خميس. تحب مين؟ ميسي خميس. بجد بقى؟ ايوه بتكلم. ده عريس جميل. ده حمادة. ثانية واحدة. ثانية واحدة. انت ولا حابب مين انت؟ احب ابو خميس. اذا كنت ام ابو خميس. مين ينزلك يوم ايه؟ ابو الخميس. انت تحب تاكل شوكولاته فين؟ يوم الخميس مع ابو خميس. بتحب تلعب فين؟ في الخميس. بتلعب مع مين؟ مع ابو خميس. جدع برافو عليك. تحب عروسه مين؟ عروسه ابو خميس. دي عروسه حلوه ولا لا؟ انا جبت عروسه مين ولا كلمه انت؟ انت كلمه انت. طلبك ولا مش طلبك؟ هو ده ابو خميس. انت فلوس. هو ده ابو خميس. هو ده ابو خميس. ده مش هزار يا جماعه. ابو خميس على جنب. ابو خميس على جنب. لا لا اركن ليه؟ لا لا يعني ايه اركن على جنب؟ ليه فلوس ايه؟ شبكه ايه يا عم؟ ايه ده؟ شبكه ايه ده؟ ايه ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ لا 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 لحظه حبيبي يوسف. ايه ده حبيبي؟ ايه ده؟ ده جوز اختك ان شاء الله في المستقبل. اختك ايه يا عم؟ في المستقبل. بستقبل ايه؟ انا اتجوز ده؟ ماله ده؟ ده بسم الله ما شاء الله. ده بصي ده بصي. ايه اللي بسم الله ما شاء الله؟ بسم الله ما شاء الله. ده اسمه عريض المنكبين، له شارب يقف الصقر عليه. يا نهار اسود. يا نهار اسود. اصلع الدلخه. ده موجود النهارده في منه؟ يا عم انت بتستقبل ايه؟ بنتي بستقبل ايه؟ بنت عيب. ام خميس. ام خميس. ام الهبل. الهبل هناك في الجبل. نزلني لو سمحت. مفيش نزول. نزلني. ولد. ولد. اسمه ام خميس. شد اللب. يا ايه يا عم ايه؟ دي فلوس. ده محفظة. مش عايزين حاجة. احنا عايزين ننزل. مفيش نزول. تنزلي تدفعي تأشيرة ان انا اجيب لك العريس لحد هنا. انت مش عارفة مصلحتك فين. انت عايز تحضر فرحة. انا اتجوز ده. انت عارف انا بنت مين؟ بنت مين؟ ايه اللي بنت مين؟ انا مش عارف ولا ايه؟ لا معرفش والله. يا حضرتك ممكن تعرفيني. انا معرفش. بلد الكلب سركل ام. انت ولد الكلب. انت ولد ابو خميس. انت اوزنو. انت اوزنو. اهديك ليتا فورو ست ليتا. اتجوز 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 معاه فلوس؟ لا طبعا معاه فلوس. بص تعالي اوريكي حاجه. بصي بقى ايه ده؟ القصر بتاعه في مارينا. ده فستان فرحك يا عالم. فستان فرحك ده. فيلته دي تتسال الحاجات دي؟ لا طبعا. يعني انت مش هتنزلي من العربيه غير لما تدفعي الرسوم بتاعت الجواز. رسوم الجواز 1000 جنيه يا جدعان. الحقوني. 1000 جنيه رسوم الجواز يا جدعان. الحقوني. اوعى تتش. الحقوني بس. الحقوني يا جدعان. مفيش حد. نزلني يا عم. مفيش حد نزلك يا عم. هنزل يا عم. نزل يا عم. انت بتمد ايدك عليا عشان انا راجل صغير. انا راجل صغير وانت راجل كبير. انا راجل كبير وانت راجل. لو سمحت يا جدعان الحقونا. بس مفيش حد يلحقك ولا حاجه. حلكوش احنا كنا بنهزر معاكي. كل ده كان متصور. كل ده كنا بنصوره. انتوا برنامج كاميرا خفيه كريزي تاكسي. الكاميرا مش اهي. بجد؟ بنهزر معاكي على فكره. دي كل ده هزار ولا في عم خميس ولا عم جمعه؟ انا عادي اهو جدا. مش عارف. نذيع ولا ما نذيعش؟ ترى رايحة الفصل فين؟ رايحة تصلي ولا رايحة فين؟ رايحة أزور واحدة صاحبتي. ربنا يديك الصحة يا ست الكل.
معلش يا امي، سؤال. صاحبتك دي من زمان؟ صاحبتك دي مش بتحبك؟ لا بحبها، بحبها. لا مش بتحبك؟ لا 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 بحبها. عامله لك عمل على ظهر جمل؟ لا 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 عامله لك عمل. لا 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 صدقي فيها، صدقي فيها يا حجه. لا 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 عامله لك عمل على ظهر جمل، والجمل ده موجود في الحجاز. لا 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 ولازم تتخلصي من الحاجات دي كلها. تنعيش ازاي؟ لا ما بقى الحاجات السحر موجود. لا 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 وعلم الاكاتاسامي اللهوب موجود. لا 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 وعلم التنكسه. لا ولا اي حاجات من دي خالص. بت الله اكبر. حي الله اكبر. لا اله الا الله يا ابن عبد الله. الله عبد ابقى الله اكبر. حي حي يا قيوم برحمتك. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم صل على النبي. عندك مشكله كبيره يا حاجه، هتمر بيها الفتره الجايه. ما عنديش، ما عنديش، ما عنديش. جوزك هيتجوز عليك يا حاجه؟ لا ما تصدقش. جوزك هيتجوز عليك يا حاجه؟ ما تصدقش. هيتجوز عليك واحده اسمها؟ ما تصدقش. ما تقنعنيش. لا 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 هيتجوز عليك. لا 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 هيتجوز عليكي. لا ما تقنعنيش. جوزك هيتجوز عليك واحده اسمها ام علاء. لا ام علاء جارتك اللي في الدور الثالث. لا ام علاء اللي معاها ثلاث عيال. ما دخلش في دماغي الحاجات دي. لا لا ما بدخلش في دماغي الحاجات دي. جوزك هيتجوز عليك واحده اسمها ام علاء ساكنه في الدور الثالث وعندها خمس عيال مش ثلاثه. عندها ايه؟ وديني المكان اللي انا رايحه وفضك من اللي في دماغك ده. الله اكبر. حي لا بقول لك ايه، بقول لك ايه. لا 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 بقول لك ايه، بقول لك ايه. لا لا نزلني هنا. لا لا صح نزلني هنا. بقول لك ايه، انت ايه انا عايشه في الدنيا ولا ايه؟ اسمع اسمع حاج ايه ده يا حاج ايه ده ايه ده ايه. لا 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 الله ده ايه. ايوه 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 انا حسيتك وشفتك وشميتك من غير ما تقول انت مين. انت مربوط بقالك اكتر من 20 سنه. انا شايفك، انا شايفك. انت نازل، انت جاي، انت جاي عليا، انت جاي عليا. سلام سلام. انا عرفتك. تعالى يا ولد تعالى. اشتغل حالك اللي طلع كله مسار. الله اكبر. الله ايه ده؟ ايه الجنان اللي انا فيه ده؟ افتح ايه الجنان ده؟ مفيش جنان يا حاج، ما تلاقيش يا حاج. لا 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 وحد الله، وحد الله. اللي طلع كله مسار. لا 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 الجنان اللي انا فيه ده. اسمع القصه. نزلني هنا. انت كنت بقالك 20 انا مربوط. حصل يا شيخنا. نزلني هنا. كنت جاي من بلاد بعيده، من بلاد العراق. نزلني هنا. قابلت وانت جاي 100 ناقه حمراء. حصل يا شيخنا. كان فيهم واحده برتقاني. حصل يا شيخنا. كان فيهم واحده لابسه كاروه. حصل يا شيخنا. نزلني هنا. الله اكبر. اللي كانت لابسه كاروه كانت بتاكل برسيم لونه اخضر. حصل. الله اكبر. لا اله الا الله. ما تلمسنيش، ما تلمسنيش. نزلني هنا. لا اله الا الله. اهدي يا حاجه، اهدي يا حاجه. سيري كويس. لا سيري جامد. بص في عيونه. بص لا 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 طلعتيني. لا 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 نزل البحر. نزلني السمكة دي. السمكة دي نزلني. نزلني يا بنت. لا 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 نزلني. فك الربطة، فك الربطة. نزلني. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الربطة الله أكبر. الله أكبر. اركب قطر اسبنطوط. اركب قطر. ربنا يحسن ركوبك يا ابني. الله يبارك لك يا شيخنا. ربنا يحسن ركوبك. الله يبارك لك يا شيخنا. الله أكبر. جوزك هيتجوز عليك. لا 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 روح يا ابني اقفل بابك. اقفل بابك. اقفل بابك. اقفل بابك يا حاجه. جوزك هيتجوز عليك. لا اسمعي مني. لا انت محتاجه تجيبي رجل نمله. رجل نمله يتفرك عليها. دي شيشه زفره. لا نمله ولا عفريت. دي شيشه زفره تتحط عليها وتحطيها البطه مسكوت. لا 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 الحاجات دي انا ما ب 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 ايه يا حاجه؟ بطه مسكوت. انا ما بقتلكش بالحاجات دي. معاكي اي فكه حاجه؟ لا تنزلني. غمضي عينيكي معايا. نزلني نزلني. انا مش بتاعت الحاجات دي. الله نزلني. الله اكبر. نزلني يا حاجه. ما تصوتينيش صراخي. انا بقول لك نزلني. نزيح الحلقه دي ولا ما نزيحهاش؟ نزيحها ان شاء الله. اه طبعا. بسم الله يا فندم. انا لو مش فاضي افضي لك نفسي. حبيب قلبي. واحد فاضي. حبيبي ازيك عامل ايه؟ نور الدنيا. الله يخليك. بس مستعجل بس عشان النهارده واحد. رايح فين طيب؟ رايح مشوار كده قدام اخر الشارع ده يمين. اخر الشارع يمين؟ اه عند الحصري كده؟ عند الحصري. ماشي ماشي ماشي. مش عادي عادي. هيضايقك بس اعدي اخد اخواتي من البار؟
طب وصلني وبعد كده ابقى اخد. لا على الطريق والله. بنتين اخواتي غلابة اقسم بالله، رامي الدنيا قلب الدنيا، ابويا وامي ما سابوليش غيرهم. ربنا يخليهم لك يا رب، يديك زي ما اداني والله. شقه ليل نهار يا عيني. الله يعينك. شقه ليل نهار، البنات بتشقى دلوقتي. ايوه بتشتغل، ما هتعمل ايه؟ شغل ليل نهار وما يعرفوش شغل للبيت ومن البيت للشغل، مش شغل للبيت ومن البيت للشغل. الله يعينهم. انت اخوهم كبير؟ انا اخوهم الكبير بس سبحان الله بيتعاملوا معايا على اني بيبي. يعني بص هم اللي بيسموني الصبح. يعني مخلين بالهم هم اللي بيسرحوا لي شعري. زي ابوهم وامهم كده يعني. يعني التسريحه دي مصر كلها بتعلق عليها. انا الصراحه تسريحه غريبه بس عادي. جميله. يعني اختي نوسه اللي عاملاها، اختي نوسه اللي بتسرحها لي. هي اللي بتسرحها لك. نص مصر بتعلق على التسريحه. والنص الثاني بيعلق، قصدي بيعلق على النص الثاني من التسريحه. ابويا وامي قالوا لي يا سمسم اهم حاجه اخواتك البنات يا سمسم. وبابي كان يتك على سمسم، مش فاهم ليه بصراحه. هو تقريبا كان بيحب السمسم دايما حتى في المفتقه وكده. بس عادي اهم حبايبي جم نازلين من العربيه بتاعت الشيخ بتاع الدور. بص اهم يا مجرمين يا عسلات، بحبكم وبحبكم اخواتي الامارات. حبايب قلبي سمسم، حبايب قلبي جميل يا سمسم، حبيب قلبي سمسم. اخبارك ايه؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. سمسم اقسم بالله ادب الدنيا، اخلاق الدنيا، وقلت ادب الدنيا. يا لهوي هزار، خف الدم. كل حاجه ممكن تتخيلها وممكن ما تتخيلهاش بيعملوه. واكل بياكلوا، شرب بيشربوا، نوم بيناموا، على الحيطه بيمشوا، كل حاجه. والله بالذات في النوم دي من نفع اي حته. بقول لك ايه يا سمسم، عمرهم ما شافوا، طول عمرهم في عربيات. في عربيات طبعا، طول عمرهم في عربيات. ايوه طبعا. اللي قال لي يا واد يا سمسم، مين ده زبون جديد ده ولا ايه؟ يا روحي ده زبون زي السكر وزي العسل، وباين عليه ما شاء الله الرجوله، شكله عصب الولد. وريني كده. الواد عصب اقسم بالله. ده عصب عصب يعني. المهم طمنوني عملتوا ايه امبارح؟ زفت الزفت بلا. لا بقى انا كده ممكن اقلب على الورش التاني وازعل منكم. ولا الورش التاني ولا الاول. لا الراجل مكلمني ومفهمني ان هو اداكوا الابيج والسبايج كامل. مش بنتكلم على الابيج، احنا بنتكلم على المعامله. تابع. بقول لك ايه يا بيرو، بيرو انا هارش. لان انا كل حاجه اتبعتت لي صوت وصوره. حاجه ايه اللي اتبعتت لك صوت وصوره؟ بقى بيرو بقى كل مره بتنهدي معايا في الحساب. يا عم ما تقرب لي انا بقى، ما تقرب يا عم انت. اقرب لك ايه؟ يعني امشي شويه يا عم. ايه اللي بتعمله؟ بس يا ريت انت خليك في حالك بلا تقربني. ايه ده قافش كده؟ ايه ده ماله ده يا اختي؟ ما تفوتش عليا. خليك قاعد على البنات يا عم، خليهم في حالهم يا عم. هم في حالهم. ما في حالهم ملوش دعوه بيا. امال هم في حالك؟ يا عم وصلني بقى واسكت. اوف عليك. ما تهدى بقى. انا هيك بقول لك يا سمسم. انا سمسم ده أوه. انت طلعت سمسم من اللي هو السمسم. ابو مبارك عامل ايه؟ زي الفل. لسه واخد الحقنه. وابو عدنان؟ ابو عدنان سايبان نايم. احين نسيت اقول لك مين كلمني امبارح. مين؟ تخيلي كده. ايوه مين؟ انت يا بنت يا نوسه تعرفي مين يا نوسه؟ ابو طلال. يا بنت اللعيب. قال لي البنت نوسه وحشاني وحشاني. قلت له عندها اوردر مشغوله لحد الخميس الجاي، يوم الاحد اللي بعده هتبقى فاضيه. بس فاضيه ثلاث ساعات. كلمه دلوقتي. كلمه دلوقتي. نوسه يحب الخفيه. كلمه. طب استنى. ده وحشني قوي والله. لا كلمه عشان انت حبيبه قلبي. بس بقول لك ايه؟ ايه؟ المره دي مش اقل من 1000 دولار. امال ايه طبعا. الله يخرب بيتك يا بعيد. انا اللي وقفت الكلام ده. ايه يا ابو طلال يا سكاره؟ بقول لك ايه؟ مين معايا بقى وانت وحشها في العربيه؟ البت نوسه عايزه اتكلمك. خد يا بت كلمها ابو طلال وادوني تاني. كلمها ابو طلال. ابو طلال لولي حبيب قلبي. ايه يعني يا اخبارك ايه يا واد؟ يا يمين ما انت عمال طول الطريق عمال تقول لي من ربي واخواتي وما بيطلعوش من البيت وشايفين احنا ولا ايه؟ وعمال تحكي دي سجاره. يمكن انا ما بشرب سجاير. ما بشربش ما بشرب سجاير. يا سلام ابو طلاليلو. ايه يا حبيب؟ وايد في بعض. طب استني بس بتقول ايه؟ لا ما انت عارف انا ماليش في الخشن ابو طلال كمان. ايه ده؟ عايز تغير؟ طب استنى خليك معايا. والله انت رجلك في رجليك. ثواني خليك معايا.
بقول لك ايه، تطلع اوردر ب 1000 دولار. انت عبيط يا دي، اللي اسمك سمسم يا دي، انت مجنون يا دي ولا خلاص يا دولار يا جدع شيل يا عم. لا مش عايزهم يا اخويا. 1000 دولار لا يا اخويا، خليه لك. طب ما تطلع انت معاه يا اخويا. ما توافق اوعى بنت ولا وافق يا عبيط ولا ايه ولا ايه. العسل وهيبسطك قوي. لا ما تصفيش دولار، احترم نفسك. انا بقول لك اهو يا عصب شكله سعيد. ما تكسلني هنا بلا عصب بلا عصب بلا بتاع. هيخلص معاك في الليل. يا لا يا لا، انت احترم نفسك، خليهم لك يا انت. انا بقول لك اخلص معاه واكلمك، اخلص معاه واكلمك. بقول لك ايه، اقول لك على حاجه حلوه. خد يا بيرو، ودي لي البت الكوافيره بتاعتك، هتعمل له صنفره وتنضفه لا انا انضف قبل ما اشوفك يا يا عم. انا والله انضف قبل ما اشوفك واشوف الاشكال دي انت عملته لي. انا هودي عينك ولا ايه؟ يا عيني يا اخواتي ومراتي وما بطلعش لوحدك يا اخي. ما بطلعش من البيت. لا واحده واحده يا عم، وحدك بس كده. ما انا باصص، ما تبص يا جدع. بص عليا يا سماسيمو، ما تمدش ايدك بس بعد اذنك. شنب جاي في شنب، شنب انت عبط. وشعر السجل جاي يتنطط كويس. بالسم ده مجانين. ماشي نعمل له حمام مغربي يا ريت، ولو عملنا له باروكه كمان يا سلام. والقشف ده يتشال، عنده قشف في الحته دي. شيله هو شيله السداي. وشعر صدره ده يتنضف. شعره شعره ايدك بس. يلا يا ريت بدلوه. يلا ما تتجنش. بس ملهاش في الطيب نصيب يا عمر. ازاي مصلحتك؟ ارميها. انت تحترم نفسك عمر، مش فاهم. انت تحترم نفسك، هتغلط اقل منك والله. تعالى لي لادك ولا تعرف تقلب. يلا انت، انا لو طار بس. يلا بقول لك ايه، يلا انت اورني. انا اورني والله. اورني ولا انت هجار؟ والله اورني. انا لا. طب اقول لك على والله حاجة. انت اورني. طب ما تحترم انت نفسك. هو اخوات اورني. بقول لك ايه، بقول لك انا عارف عليك والله. هتزعل مني مصيبه والله. هتنزل من التاكسي بمصيبه. يا لا انت كداب. يا لا انت بتحرش بيك. ايه ايوه يا لا، صوت يا بنت، صوت يا بنت، بتحرش فيكي. بتحرش والله. تتحرر تيجي لابو طلال ولا تخش على الايه؟ ابو طلال اللي جابك. يلا بينا على الاسم يا حبيبي. يلا يا حبيبي. الكروش دي فيها ايه؟ اوعى ايدك يا دي. طب وريني الكروش. اه خلاص بس وعدك بلا بتاع. اوعى يا عم اللي جابني معاك. الله يخرب بيتك. انت تتحرش بيك يا عم. ايه هركن على جنب والله. انت ابو يا بيت. يا لا انت بتختصر. خد يدي، خد يدي يا ابو يا سيم. طب يا سيم اشجنك انت يا ولا ايه 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 بابا عبدو. ايه فت... ايه ده؟ ايه ده؟ ده حضرتك اسمك بطة؟ بطة؟ بطة مين؟ حضرتك اتيتها من النعالي طيب؟ من النعالي. طب ده سعرت ولا باروتة؟ انت بتسأل اسئلة كتير ليه؟ انت مالك؟ لا عادي بتقل. شخص مستفز بصراحه. بقول لحضرتك ايه، رتدي كده معايا شويه، رتدي معايا شويه. هتفتتريني يا بطه. بطه؟ هتفتتريني يا بطه. بطه مين؟ ايه نسيتي يا بطه؟ لو كنت نسيتي اللي جرى نجيب الدفاتر القديمه تتقرا. بطه؟ ايوه انت بطه. عمري ما هنتاكي. عمري انت مجنون. لا انا متمجنون. لا انت مجنون. انا متمجنون. لا انا متمجنون. انا عمري مين المتخدم؟ انت. هي نفس التتمه اللي كانت بتستنهني بطه. قسم بالله انت في حاجه تعبت في دماغك؟ لا مفيش حاجه تعباني يا هانم. ايه نسيتيني؟ نسيتي ال 36,000؟ نسيتي؟ هات معاك وانت داي سمسن، هات معاك وانت داي فستق، هات عين جمل، هات لوز. اصل انا امي بتحب عين الدمل، اصل انا ابويا بيحب اللب التوري. فاكره ولا نسيتي؟ فاكره ايه؟ والله ما هحلك، والله ما هحلك. انت مجنون. 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ تبكى ب 30,000 جنيه. انت متخلف اصلا. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا ما تقوليش مش هوطلك. ما تمدش ايدك. بقول لك ما تمدش ايدك. انا مدت ايدي يا حراميه. انت مبطل. نزلني هنا على جنب. مش هحلك الا لما اخد حقك. كده ما تمدش ايدك. مش هوع ايدي. انت مجنونه ولا مين اللي متخلف؟ انت متخلف. قال يعني البت بقى من معادي بقى. ايه نسيتي ولا ايه؟ الشخص الغريب ده. يا نهار ابيض يا بطه، الدنيا اتغيرت. انا رسمتك على تندري.
لتمت اهو. انت مجنون. لتمت. انت مجنون. انت مجنون. نسيتي نسيتي الدق ده. رسبت مين يا عم؟ روحت نايل كده. نسيتي الدق ده. وريني دراعك. وريني دراعك. انت متخلف عليه. كنت تتبع اسمي عليه. ما تقلش ادبك. تمام تمام بت بت خلاص احنا متعدين نفضل علينا انك في الاسم نتفاهم ونتكلم. في الاسم يلا بينا على الاسم. واحده واحده يا اختي يا سلام. الو ايه يا دوده؟ تعالى لي بعد ابنة تعالى اخدك يا عم. ده انا داخل عليه هاخدك هاخدك تستناني على نطه الشارع. يلا انت بتكلم مين انت؟ يا بت ماما بت بت سلام سلام بتني دود نزلني على جنب مش هنزلك. بقول لك نزلني بقى مش بيفتح. تعالى دوده تعالى يا دوده تعالى بسرعه. ده دوده تعالى في ده مين اول ما يركب هتعرفيه ايه؟ يا مرل تنسيتي ولا ايه؟ بقول لك نزلني على جنب. دوده بص مين دي يا عم دوده؟ هي ولا مش هي؟ بطة انت متخلفين يا صاحبي. اه بطة انت منين اتفقنا؟ بطة بطة بقول لك ايه يا جدعان انت كمان على الصبح هخلي نهاركم اسود النهارده. بطة 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 ما تروحش كده يا جدعان. مش هحلي غير لما قلت اقطع. بقول لك نزلني على جنب. مش هسيبي غير لما قلت اقطع. بقول لك نزلني. انت بتضغط فلوس يا بطة 30000 فلوس في التبتة. نزلني. بقول لك ايه؟ نزلني على جنب. انا هاخدك في قضاء. انا هخلي نهاركم اسود النهارده. مفيش انا. وريني يا اخي. بقول لك نزلني. مش هنديلك انا خلاص خطبت واخد حقي. نزلني على جنب. نزلوني. خد حقك. نزلوني. مش هنديلك. بقول لك نزلني. مش هنديلك. نزلني هنا. انت في الخرابه هنا. نزلني. بقول لك نزلني. احنا نخلط وناخد حقنا. بقول لكم نزلوني. ما كناش اوبر معاكي وضايقناكي. انت ضايقتوني طبعا بس انا مبسوطه ان انا عرفتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده ايه انت بتاخد صوتك كده اصلا؟ يا عم لا 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 انا صوتي كده يا باشا. واخد يا باشا. يا نوسة حبيبة قلبي. لا 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 في قلبي سكرانة يا نوسة. عليا الطلاق يا نوسة ما معايا اجيب له بوسة. 7000 جنيه؟ الحضانة ب 7000 جنيه؟ طب وانا اعمل ايه يا نوسة؟ لا اله الا الله. لا طب خلاص خلاص هحاول اتصرف يا بنت. يلا سلام يا حبيبة قلبي. سلام. لا اله الا الله. مع السلامة. مع السلامة. لا اله الا الله. مؤاخذة يا باشا معلش البنت تعبانة وطالع عينيها وما بتكلمني دلوقتي محجوزة في الحضانة. يا باشا اعمل ايه؟ عليا الحرام. بص الأدوية يا باشا. بص يا باشا الأدوية. بص يا باشا. بص جايب لها. انا اجيب لها ترامادول. طيب اجيب لي البت ايه؟ طيب عشان اجيب لها ترامادول اعمل ايه؟ باشا استاذن معاك يا باشا والنبي اقف جنب اخوك. اقف جنب اخوك الله يبارك لك. اقف جنب اخوك يا باشا. هو الاخ ما بيشمش يا عم. الله يصح حالنا وحالك. انا عندي مشكله صغيره اقسم بالله. البت في الحضانه. البت في الحضانه وعايزه 7000 جنيه اجيبهم منين؟ باشا الله يصلح حالنا وحالك. انا كل اللي عايزه لا يا باشا. طب شوف لي 3000 جنيه والنبي يا باشا. 3000 جنيه والنبي يا باشا. يا باشا الله يصلح حالنا وحالك يا باشا والنبي. ابعت يا رب ابعت. طب بقول لك يا باشا والنبي انا في واحد صاحبي خليك بيرن عليا. انا اجيب اي حوار كده يا باشا واعرف اهند منه اي حاجه. انت بس انا هستشهد بيك فانت زق معايا. لا كده معلش باشا. ويا عم ليك نسبه لو ربنا كرمنا باي حاجه. خلاص يا عم خليها يا عم. والله ليك نسبه. يا رب ابعت يا رب ابعت يا رب. الو ابو عباده حبيب قلبي انت فين يا عم الناس؟ يا نهار ابيض يا نهار. ده انت على طريق ابو عباده. طب فين؟ عد اخدك يا حبيبي. انا دقيقه عندك. دقيقه واحده بالظبط. يلا سلام. ابو عباده الكليه المفروض تكرمني بيه برضه. معلم باشا احنا هناخده بطريقنا ماشي. يعني هتاخد منه مثلا بعد كام يا باشا؟ اللي ربنا يبعت لها بيه انت ليك منه نسبه. ده اهو اهو ابو عباده. اهو ابو عباده يا حبيب قلبي. يا حبيب قلبي يا فرج الله. يا فرج الله. تعالى تعالى ابو عباده. اركب يا حبيبي. اركب ابو عباده. اركب ابو عباده. ونجيك يا راجل. كنك اقسم بالله نورت مصر ابو عباده. ونجيك. مالك يا فرفوش؟ مالك فرفوش؟ والله العظيم فرفوش. ناسي بس يا ابو عباده فرفوش. والله البنت تعبانه وادويه والحاله زي الزفت والمره لسه مكلماني دلوقتي اقسم بالله 7000 جنيه عشان حضانه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ كنك يا راجل. لا لا فلوس يا راجل. فلوس اخر حاجه يا راجل. ايه كانك يا فرفوش اقسم بالله شبرك عليك حبيبي. ايه يا راجل خد اقسم بالله ربنا ما يحرمنا منك. محتاج فلوس؟
لا محتاج فلوس. محتاج فلوس؟ لا كانك يا راجل. اضحك يا فرفور يا اخي بس. اضحك يا اخي بس. فرفور بس يا ابو عماده. فرفور ابو عماده. لا ده راجل حبيبي، ده راجل باشا والله العظيم. بص هو كان حاضر المشهد كله معايا والله العظيم. ده والراجل حاول يساعد الراجل ده. 22000 جنيه نزلنا هنا عشان لما مؤاخذه انت الصراحه يعني حرفوه. حرفوه وعباد. حرفوه وعباد. نزلني يا حرفوه. لا نورتني. اه يا حرفوش. لا لا على مالك على مالك. فين ليه بس؟ ليه بس؟ سلام ابو عباده. سلام سلام ابو عباده. سلام يا حبيب قلبي. تعالى جنبي يا غالي. تعالى تعالى حبيبي. اتفضل يا باشا. تعالى يا باشا. تعالى. بسم الله. صلاة على النبي يا عم. بيت قلبي. بيت يا نوسه. جبرت يا بيت. جبرت احلى غبران. يلا جهزي الدنيا. ها الدنيا يا باشا. اسمع بقى ده علينا بقى. ده الواحد كانت ناشفه عليه الحياه اقسم بالله. يلا حبيبه قلبي. سلام يا روح قلبي. يا روح الروح يا قلب القلب. هو انت مش بنتك؟ يلا سلام سلام. هو مش بنت بتموت؟ انت دلوقتي واحد اللي بقى بنت بتموت اما ربنا كرمنا وجبرت. ايه يا بنت في ايه؟ اتكلم عادي. ايه يا عم في ايه يا عم؟ عم ايه يا عم انت؟ انت هتقول لي عم ثواني يا بابا. عم ايه يا عم انت؟ بس شوف ال انت لو ما طلعتش حالا ما تشوفش ايه اللي هيحصل. ما تشوفش ايه؟ فلوس ايه يا ابو فلوس؟ فلوس ايه يا عم نام؟ انت مش قايل الكحول ده هيجي وتجيب 10000 جنيه ولا اكتر ولا ايه؟ يا عم اداني اللي اداني يا عم. انت ايه بتصدق؟ وانت اي حاجه تقال لك كده تصدقها؟ هو لا والله. اه والله. ايه يا عم في ايه؟ بص رايح العطشه دي. رايح النوسه. رايح النوسه يا عم. انت سامع كل حاجه. والحمرا والازرق. بس يا بنت بنت انت ساكته. بنت انت مالك؟ يا عم انت مالك؟ انت ما بتقولهاش يا بنت. انت بتمد ايدك. تعبيط عم ولا ايه؟ انت مجنون ولا ايه؟ عبيط مين يا ابن العبيط؟ مين اللي ابن عبيط يا جدع؟ اوعى جدع. انت عبيط ولا ايه؟ انت حرامي ولا ايه؟ اوعى جدع. اوعى جدع. ايدك انت مجنون. انت بتقول ايه يا ابني؟ مين اللي ابن ست؟ انت حرام على القرآن اصلا عليك يا ابني. حرامي ورصاني يا ابني. يا ابني يا ابني اوعى ايدك. الفلوس على الحلال من دي. ولا ولا اوعى يا حراميه يا اولاد. ولا مين الولا؟ انا مسجل خطر يا مين اللي ابن؟ اقول لك ايه؟ طب انا هريحك. هريحك. شايف شايف دي؟ هوب خد يا ابني. خد يا اللي حراميه يا اولاد. خد يا اولاد. خد يا بنت. خدوا يا اولاد. طب ايه ده بقى؟ خد يا ابني. حرفوش يكلم. بقول لك ايه؟ احنا بنهزر. تعالى تعالى. ده مقلب 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 مقلب. صباح الفل. نذيع ولا نذاع؟ هنطلع بنشتم ونعمل حاجه دي؟ لا مفيش الكلام ده. انتوا شرفتونا ونورتونا ونورتوا كريزي. اتفضل. نورتني. فين في مصر الجديده؟ سبع مرات. سبع مرات. سبع مرات. جميله اخيبتو. جميله. جميله ايه؟ اخيبتو. ايجيبت. مصر. مصر جميله جدا يعني. هي حاجه روعه قوي. بلدنا جميلة دي. اكسكيوز مي ارد. الو ايه يا روشيل؟ انا يا حبيبتي شغال. اله الا الله. ما انت عارفه يا روشيل موضوع هنا مختلف عندكم في مصر. انا كنت شغال تل ابيب نويبع كانت الدنيا زي الفل. كنت بقفش اكتر من 1200 شيكل في ثلاث ساعات. انا بقالي خمس ساعات لسه راكب معايا زبون دلوقتي. يلا باي باي. معلش اسف على الازعاج. هيضايقك لو هعدي بس على حمايه اخده معانا؟ في مشكله؟ فين؟ حمايه بس هعدي اخده معانا. في طريقنا؟ اه مستعجل. لا لا في طريقنا. في طريقنا مش هعطل حضرتك. مش مخاء نختوري مختيبي لقاتي مخاي. مشيت لي في الجتا. اللي تحت تليفونيتك على ابوك. شبه ابن 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 عمك عيسى. انت عارف انت الشبه. نعم. بس لحظه. هو انتوا منين؟ احنا من تل ابيب. تل ابيب. ايوه. والهرم بتاعنا ومصر بتاعتنا. ايوه ايوه. ايه عندك شك في الكلام اللي انا بقوله ده؟ عند امك الكلام ده طبعا.
بنرحب بس انت ليه منفعل علينا كده؟ انت ده ضعف منك، مصري ضعيف. ضعف مني؟ مصري ضعيف. معلش معلش. على فكرة انا بكلمك وانا في قلب بلدك ومش قلقان. بالظبط، اديك قلت في قلب ايه؟ في قلب بلدك. ايوه. في قلب بلدي انا. بص يا حبيبي، دور على اصلك هتلاقي نفسك بالاصل. من حبيبي على الاقل انا عارف عندي اصل، واصلي مصري اصيل. انتوا اللي ما عندكوش اصل. لو دورت على نفسك في التلة هتلاقي نفسك ابيب. ابيب ابيب بيب. ابيب ايه؟ انت اهلي بيب بيب زمالك مصري. انت ضايع. لا لا حبيبي انا مش ضايع، انا افهم ان احنا عندنا اهلي، عندنا زمالك، عندنا كل حاجة. مصر بتاعتنا، سينا بتاعتنا. لا وحي طمك. غلط. اقول لك ايه اللي بتاعكم، ما تزعلش مني. يا ليت. بلاش بلاش ليه حبيبي؟ والله بلاش. اقول لك ايه اللي بتاعكم، هتزعلوا مني. ضعف منك. بس انا هقول لك على حاجه، انت لو دورت في الاصل هتلاقي نفسك، لان انت نسخه نسخه اكزاكتلي من حنان يا ابن عمي. حنان يا ابن عمي. لحظه واحده، تخيل بقى ان انت نسخه نسخه من حنان اللي كان في بيت الدعاره اللي جنبينا. وماله حبيبي؟ لحظه واحده. لحظه واحده ايه؟ حنان يا ابعت لي صوره على الواتساب عشان اوري الراكب اللي معايا صورتك ويعرفوا ان انت شبه حبيبي. يلا بقى. الو الو. ايه يا حاتم، انت فين؟ حاتم بيكلم. حاتم بقول لك ايه اللي هو عندنا. طيب بص، القص اسمه خاتم. تعال لي، ما تهدى بقى على حالك. اهدى على حالك. اهدى على حالك، هتتروق دلوقتي. حنيه يا بابا. طيب هبعت لك ام لوكيشن دلوقتي. تيجي لي عليه عشان في اتنين عايزين يدفنوا هنا. يدفنوا. اه يلا حبيبي، انت مش فاهم حاجه. يلا انت لازم تشغل دماغك. اشغل دماغي؟ آه. ده انا مش هشغل دماغي، ده انا هشغل ايدي عليكوا انتوا اصلا. حبيبي ده مش كويس. ده مش كويس. اه انت ضايع خالص. أنا ده مش في البلاله. انا مش ضايع. طب بص قدامك يا بابا، بص قدامك. ويا ريت تركن لنا عند اي مكان هنا عشان اروقكم النهارده. حبيبي انت دلوقتي في مملكتي. على ارضي. على ايه؟ على ايه؟ ارضي ارضي. ده انا على لك. انت بتتكلم بس زي ما بيقولوا المصريين. لا انا ما بتكلمش وبس. آه. انا بتكلم وبفعل. بفعل. اه بفعل. استنى بس هتعدل لك كده عشان ليله اهلك زرقاء معايا شكلها، انت والراجل ابو برنيطه ده. آه. يا عرر يا بلد خرجت يا بلد كلها وكلها في بعض. انا هثبت لك حاجه حبيبي. ايدك جنبك. انتوا حراميه من زمان قوي. حراميه يا بلد. بلد ايه حبيبي؟ اهرامات بتاعتنا احنا اللي بنيناها. الاهرامات دي بتاعت امك. الاهرامات دي بتاعتنا احنا. ايد امك كان عنها. حبيبي ما تعليش صوتك لان ده ضعف منك. ضعف مني انا؟ طبعا. احنا اللي يا راجل انتوا حتى احنا الاغاني اللي بنضرب وبنجري. اغانينا سرقتوها زمان. اغاني سرقتوا. اغاني ايه؟ اغاني ام كلثوم. اه. ودارة الايام دي كانت ومش لخارة الايام. مش ايه؟ مش لخار. لا ما بتتقالش كده. مش الايام. يا حبيبي ده مين دي؟ امك اللي قالت الامنيه دي. انت ما تعرفش. بس اهدى، انت ما تعرفش امك. ايدك جنبك. انت ما تعرفش. ايدك جنبك. انت تعرف. اقول لك اغنيه جديده محمد رمضان بيقول نمبر 1 دي عندنا منخر 1. منخر 1. طب ما عندكوش 1 1 سواء. انتوا كلكم 1 اصلا. طيب انت ضعف ضعف. انتوا كلكم مصري جع جع. انزل بس يلا. انزل يلا. مش نزول. انت انزل يلا على اراضي. بقول لك انزل. انت تنزل من هنا بتأشيرة مني. انزل بتأشيرة مني يا بلد. انزل يا ب على جنب. هوب اركن. لا هوب هوب. دي مين؟ هوب مين؟ ولد ولد. ايدك جنبك. ولد مصري. ايدك جنبك. ايدك جنبك. مصري. اوعى اركن لي. اركن لك. اركن لي. اوعى ايدك. اركن لي عشان خاطر ما اكسرلكش وش اللي جنبك ده. اركن لي بقول لك. وش اللي جنبي. اركن لي. خلاص خلاص رجل. ايدي احنا بنهزر معاك والله. احنا بنهزر معاك. بنهزر معاك. ايه؟ بنهزر معاك. ده انت هتشوف لما ننزل دلوقتي. ده مقلب والله. ده مقلب. انزل لي بس. ده مقلب. افتح الباب. نزيع ولا ما نزيعش؟ نزيع نزيع. اتوكلوا على الله. نزيع. راح فين امور؟ اخر الشارع. اخر الشارع. طيب يلا يلا ماشي. ده لا مؤاخذه اختي معلش، الدنيا عربيه بس لسه جديده اختي. لا مؤاخذه معلش. لا مؤاخذه اختي معلش، الدنيا بس متوتره معايا. ف لا مؤاخذة يعني. ف متوتر اختي. لا مؤاخذة معلش. نازلة فين قلت لي؟ اخر الشارع. اخر الشارع. طيب ماشي.
بقى؟ ايه ده بقى اختي ده بقى؟ في حاجه؟ لا مش حاجه متضايق بس لما مؤاخذه اختي معلش اصل ايه؟ متوتر اول مره اسوق لمؤاخذه. اول مره اسوق معلش. طب بعد اذنك اختي بس انا يعني مؤاخذه يعني معلش. عايز اروح انا محصور اختي وعايز اعمل حمام لمؤاخذه. طب وصلنا بس بعد اذنك وبقى انزل. طب ماشي. لمؤاخذه اختي بصي. انزل على جنب بس اعمل حمام هنا لمؤاخذه اختي معلش. مستعجلين. لمؤاخذه معلش هنزل اعمل حمام هنا. مستعجلين. معلش اختي اصبري بس. محصور اختي مش قادر. مجنون. محصور اختي اصبري. محصور اختي لمؤاخذه معلش محصور. انت فيك. لمؤاخذه اختي معلش. احنا اتكلمنا مع واحد مجنون. هو ايه ده واحد راح فين؟ ايه ده؟ ده واحد غيره. حضرتك مين؟ حضرتك هتعرف حالا ان انا مين بقى. طب على فكره انت ماشي بسرعه ليه؟ احنا بقوله نازلين اخر الشارع. ومين ده؟ انت ماشي بسرعه ليه؟ ماشي قلت لمين نازلين اخر الشارع؟ نازل انت مش انت اللي كنت راكب معانا اساسا؟ لا انا اللي كنت راكب تليفون. لا مش انت. لا انا اللي كنت راكب. لا مش انت. لا انا اللي كنت راكب. مش انت. مش انا ازاي يعني؟ والله العظيم ما انت هتستعبط ولا ايه؟ العظيم مين اللي بيستعبط؟ انت هتستعبط ولا ايه؟ نزلنا على جنب. نزلنا على جنب بعد اذنك. نزلنا على جنب. حاضر ان شاء الله لما نوصل بس المشوار بتاعنا بننزله. مشوار ايه؟ انت مطمن؟ بس يا بنت انتوا اقعدوا ساكتين. ده على فكره ممكن اخرب عليك الدنيا واصوت والم عليك الناس اقسم بالله. صوتي كده صوتي عشان افرجك على الكرشك. في ايه؟ في فلافل بس الدكان ايه؟ بقول لك نزلنا طيب على جنب كده بعد اذنك وربنا صوت والم عليك الناس. صوت انا هعرفك انا مين. ده فاكرنا خايفين منه؟ احنا ما بنخافش يا حبيبي. انت عبيط في دماغك ولا ايه؟ انا عبيط في رجلي من تحت. عبيط في رجلي. ده على دماغك وعلى نفسك. ايه عارفه لو تحس كده؟ بس يا بابا انت مجنون ولا ايه؟ هعرفك دلوقتي مين. لو سمحت احنا في اخر الشارع نزلنا بعد اذنك. اخر الشارع. طب نزلنا في اخر الشارع عشان ما نلمش عليك الناس. انا طالع بيكوا على الصحراء. طب نزلنا في اخر الشارع عشان ما نلمش عليك الناس. لم الناس. هو الناس مش عايز يتفتح ليه؟ الناس مش عايز يتفتح ليه عشان انا قافله مش عايز يتفتح ليه يعني. قافله؟ نزلنا. مفيش نزول. انت بتعيطي انت مجنونه؟ انت بنت عامله لي فيها سبع رجاله في بعض ولا ايه؟ اخرسي خالص اخرسي احسن اعمل لك البنك بس يا حبيبي. ايدك جنبك يا بابا ده ما توحشك. انت مجنون ولا ايه؟ توحشني ازاي بس يا بابا؟ اعمل لك المرجيح. عارفه المرجيحه؟ انت لا لا دي ولا كده خفت منك ولا انت مجنون؟ لا ده انا هخوفك ببنك. طب ايدك جنبك. ايدك جنبك بس احسن. اقسم بالله بقول لك ايه مش هحلك يا بنت. انت مجنون ولا ايه؟ مش هحلك يا بنت. طلعي الدهن اللي في ايدك يا بنت. ده مين؟ اركب يا عم اركب يا عم اركب يا عم انا مخطوب انا مخطوب انا مخطوب انا مخطوب انا مخطوب انا مخطوب انا كاميرا دي. عايز زيها الحلقة دي اكيد. زيا ده يا ست الكل حوار الدنيا عسل يا كابتن. ازيك عامل ايه؟ كويس؟ انما ان شاء الله انت شبه لعيب كورة عسل. انما ان شاء الله الجو حر قوي. الجو حر النهارده. الجو حر الصبح حاجه غريبه فظيعه فظيعه قوي. جسم اتقطع جسم اتقطع اقسم بالله. مش قادر مش قادر. عادي بقى اعمل ايه؟ والله العظيم لفيت خدت علاج لفيت على الدكاتره كلهم اقسم بالله. كل الدكاتره قالوا لي نوع الجرب اللي عندك ده ما بيروحش بسهوله بس جرب ما بيروحش بسهوله. عندي جرب بس ما بيروحش بسهوله. بس مسموعه دي ما تقلقيش مسموعه. ازاي يعني مش مسموعه؟ لا لا جرب مسموعه.
لا ما تقلقيش خالص. لا لا الحمد لله. والنبي كابتن ورث لي الزهر. ورث لي الزهر. لا 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 معلش. لا عادي ما فيهاش حاجه والله مش سمعت. لا 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 يعني ايه؟ طب ورثولي ورثيلي انت اختي. انا ورثته؟ معلش خليه هو طب يورث عشان مش قادر. انت مجنون؟ معلش انا بحاول والله العظيم. لا بس حاول. بيسيب يا اخواني واتقطع. اتعالج الاول نقص نفسك. بنضف نفسي والله العظيم. وبعد كده استحمى ست مرات في السنه. باين في السنه. ست مرات في السنه. لازم يستحمى الوباء. وباء ايه؟ وباء جسمي بيتقطع. لما انت جسمك كده بتوقفنا ليه وبتركبنا معاك ليه؟ انا مش قادر. خلاص هنكلنا على جنب ننزل نجور في داهيه. يا ست دوري في داهيه هنا وصلت مسوارك. يعني معنى ان انا تعبان ما انزلش اشتغل. اكل عيالي منين؟ اعمل ايه؟ حرام عليكي. طب ما تتعالج الاول وبعد كده انزل اكل عيالي. ستي اتعالجت. لفيت على الدكاتره في كل حته في مصر. لفيت على الدكاتره في مصر. طب بعد اذنك ما تلمسناش خالص لحد ما نوصل. يا ستي انا لمست حد فيك وانا بقول للراجل. طب لو سمحت ما تلمسوش. بقول لك ما تلمسوش. يا ستي انا عايز الراجل. لا لا والله انا عايز الراجل ده. اعمل ايه؟ راجل مين؟ لهروس لك. لهروس اقرش لنفسك انت. عايزين تورثولي؟ طب هروس لك انا. بقول لك وسع ايدك من على الولد. يا ستي انا وسع ايدك من على الولد. طب هعدي اجيب اكل من اخويا عشان انا جعان. اخويا جايب لي الاكل. معلش. يا منعم يا اخويا. ايه يا حبيبي؟ عامل ايه يا منعم؟ اخبارك ايه يا حبيبي؟ خد يا منعم. يا منعم اوعى يا منعم تسلم على حد. يا منعم اوعى تبوس حد. يا منعم يا منعم حرام عليك. انت اربع حالات في المستشفى بسببك يا منعم. اوعى يا جماعه كل سلم على حد او باسه. سلم على الولد وما عمال يمسك فيه. سلم عليه بس ايه؟ حللينه. سلام يا منعم. قلت لك 100 مره يا منعم. ولاد الناس يا منعم. حرام عليك يا منعم. لا 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 بقول لك ايه. نزلنا. استنى اقف. نزلنا هنا. احنا هننزل. انا بقول لك انا عايز انزل. لا من السلقه والسلقه. بقول لك مش عايزين نوصل. مش عايزين نوصل. عند رايحين هنا بس عند الكوبري. مش عايزين حاجه بس خليك انت في مشوارك. جرب مرض ورد اختبار. بقول لك ايه كفايه هنا احنا هننزل. لا مثلا. لو سمحت بقول لك كفايه هنا احنا هننزل. نزول بس نزول مثلا. بقول لك اركن هننزل. هنزلكم. ايه مش هتنزلنا دي؟ هنزلكم. عمالك في جهه وصوت والم عليك الناس كلها. صوتي مش كفايه القرف اللي احنا فيه؟ كده ضربان وميت. يعني انت عايز تموتنا معاك؟ كلنا. انت مجنون؟ بقول لك اركن اقف على جنب. انت عايز تموتنا معاك؟ بقول لك اركن اقف على جنب. هموتكم. انا مش هموت لوحدي. هفتح العربيه. هموت لوحدي. هموت لوحدي غضبان. هموت لوحدي. انا مش هموت لوحدي غضبان. نزيع الحلقه دي ولا ما نزيعهاش؟ زح نزيع؟ ضرب بس ما تعديش حد.